FM كلام القلب طارق الحناشي على FM أحلى راديو. يا فهم أحلى راديو دي ساعتنا الثانية من كلام القلب موصين معكم حتى الحديث متعليل كل التحية لكم متابعينا ولما كنتوا تابعوا فينا تنجموا تابعونا كالعادة عشان يوتيوب FM TV ولا الباش فيسبوك راديو FM. موضوعنا اليوم في ساعتنا الثانية موصلين في شخص ريتو مرتين أو ثلاثة على أقصى تقدير في حياتك، لكن رغم قلة هاللقاءات هذه إلا أنه قعد مأثر في حياتك، قعد في بالك موجود. شنو يعمل في هالمرة مرتين ثلاثة باش يقعد موجود، صورته موجودة تفكر فيه، تتفكروا أحيانا هل عجبت به بهالدرجة هذه لدرجة أنه كل مرة قعدت في بالك، وإلا عمل حاجة، قال كلمة، قال جملة قعدت لك في بالك رغم أنه مرة فقط أو مرتين، ولا ساعدك عاونك وقف معاك دز معاك في موقف معين، شيء اللي خليك ما تنساهش وما يخرج من بالك رغم قلة اللقاءات كما قلت اللي جمعتكم. كلمنا على الرقم 31 308 1031 308 1031 حتى نسمعوا قصتك وحكيتك. معنا هادي، أهلا وسهلا. أهلا سير، كيف خويا؟ الحمد لله. شو حوالك سي؟ والله ليه سي الحماسي عجبني مواضيعك والله. البارح قصفنا مع سيف البارح شو عملنا احنا فكرني؟ آه البارح تجربة السجن، إن شاء الله ربي يخفف على الجميع. برشا مواقف بيها يا خاصة انت على الخلاني هذاك الكفيف، والله ربي إن شاء الله ربي يخفف عليه. منين تكلم فينا سي الهادي؟ من حملون خويا. الحملون في حوماني هاك، قديش العمر؟ 52 سنة. وين في حملون؟ في حومة صابون، في شعبية، في بوقرنين، وين؟ لا لا في الشعبية. في الشعبية، باهي. اش تعمل في الدنيا لو تسمح؟ نخدم ديكوراسيون الداهية. غادي؟ حملون؟ بارتو بارتو. اه ديما. فايب. فايب هذايا اللي خدمت له من حي البساتين. حي باهي دخلتنا مباشرة في الموضوع، ولو هو سؤال غبي، أنت قلت لي دهان، قلت لك أنا غادي، ولو الدهان في كل مرة في بلاصة هكا ولا؟ صحيح. سؤال غبي، ها؟ ميرسي. وين جيت خدمة؟ خدمت في حي الغزالة، في الزهرة، في الحمامات، بارتو، دورت في تونس كامل. باهي، قلت لي السيد اللي قداش قابلته من مرة السيد اللي باش تحكي لنا عليه؟ والله كات فوا وماكسيموم كات فوا. أربع مرات، خدمت له دارو؟ خدمت له دارو. عجبته الخدمة، فرح بي، معناها هو اللي حب يسكن، ما حب يسكن قبل معرفة العام وصعبت له، أنا عملت معه مجهودي وسكنته في رأس العام، خدمت له خدمة باهية ولا سكن في رأس العام، خلطته في رأس العام. صحيح. هو قال لي مستحيل، قلت له اش قولك أنا نسكنك في رأس العام؟ قال لي امبوسيبل. وهي سكن وشري لها سفان وعمل الدجاجة متاع رأس العام كلاها في الدار. بالرسمي كليها في الدار، عملوا هبط على الفيسبوك وفرح هو وولاده ومرته، وهو أفسر، مرته محامية وهو كونتابلي تاع في زوز معامل في زغوان و... خلينا من هو شنية، شو اللي خليك رجلة في كل شيء في كل شيء. وأصغر مني في العمر، هو عمره 47 سنة، تحطنا مع بعض من بين أنا بين هو أكبر مني. شو الحاجة اللي ضربت لك في مخك يا أنا طرحت الموضوع قلت إيه نكلمهم نحكي له عليه على الفازة ذيك السورتو؟ شنو الحاجة؟ إيه عمل معي كيف فازيت لما وقف لي مخك. كان كريم معك؟ إيه أكثر من اللي عملوا معي، ما عملوا معي حتى واحد في حياتي، وبالرغم قلت لك معناها عرفته في فترة صغيرة برضه. جميعا من زمان. شنو عمل؟ أي شنو اللي وقف لك مخك هكا حاجة؟ فما حاجة؟ إيه. ليه هم كلهم يوقفوا المخ؟ اعطينا اول حاجه توقيفه واحده. احكي لك لولاني خدمت له مثلا، خدمنا في صوم، تفهمنا في صوم، فهمتني؟ جوج ملايين و200 بعد عمل لي ماس وحده، مدي 500 دينار كادو، هذايا بريمو مال اللعب. مشيت انا على روحي، مشي هو على روحه، جيت من بعد ميم با تعديت ايامات اربع شهور ثلاث شهور، عمل لي تليفون قال لي هادي شغال تعمل؟ قلت له والله نحكي لك الرقمي سيميها راني بطال، قال لي ايش؟ اي مشيت بحذي اش عمل؟ مدلي تحصيل واعطاني مصروفي، مش مصروف معناه بتاع مدلي تفتوفة به. تفتوفة به هذا بعد مدة؟ بعد مدة كات موا كات سنة. اي جيش رأس العام اللي بعده، رأس العام اللي سكن فيه اللي بعد، عيط اي وينك اش تعمل كذا وكذا؟ قال لي طلع علي، مشيت طلعت عليه، مشيت للمرنات خذي لي خبز زجاج،
غالي ثلاثة أنواع المتاع وهكا الخضر والغيلان والبانان ما تصورش والدندون حاسين وخذالي كل شيء وصلني للدار وطلع على الوالدة وسلم عليها ومرضي كل شيء ومشي على روحه. آخر مرة في كورونا يعمل لي تليفون. هاي شوف إنسان كي يحس بيه خاطر عملت معاه جيست صغير أنا فرحت بيه وسكنته معناها وخدمت له خدمة ثقة معناها خدمة بيعي أنا مليان. كلمك في الكورونا إيش فما وقتها؟ كورونا واحد شفت إنسان كي يخمم في العبيد فمش خدم فمش خدم بطل كلمني يا شيخ بالك لقيت شعور قلت له كل عبيد الكل في الدار ما نخرجش قال لي تنجم تجيني من الزهرة بعد المنافرين تاع الزهرة قلت له والله كان سيدا نجيب ناخد تران ونجيب قال لي معاه مثلا قال لي ساعة أخرى نقابله غاد جاء تك تك من كهرباء عنده باصات هاي مشيت له للزهرة مدلي مغصو فيه 500,000 خوي ليه؟ شنو عملت له يا هادي بش دارو أخوي هاي ليه؟ دارو سكنته أختانا من دهنت له دار وسكنته يا أخي ما هو كل واحد سكن فما دهن دهن له دار هكا ولا هو قال لي أما يظل لي هذا الوحيد اللي قعد مواصل في علاقته مع الدهان اللي دهن له الدار بالكرم هذا شنو اللي شنو الحاجة اللي خليتها له باهية لهالدرجة فقط انك سرعت له الخدمة سرعت له وخدمت له خدمة امبيكابل وراني عرفتها شنو انا برجولية هاي برجولية انسان تراني من بعيد تقول هذي انسان مخموشم وغارب روحي كل شيء ليش كنت تهرب منه هاي وعليش غارب روحك انت هادي هاي عليش غارب روحك فازا صغر خويا صغر مشيت نحارب في العراق وفلوغة و ما تقوليش توا ناوي تخمم زاد لا 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 صغر مشي على روحه ونادم برشا عليها ومعرف توا عندي صغار ربي يخليهم لك خفي ريتو السيدة هذايا جابك للزهرة وكمل عطاك كل 500 دينار 500 دينار باه 500 دينار جيش العيد الكبير باهي يا ناعما يدي عايد يشري لي علوش ويعطيني 250 من القفل بقولة ماهر هذا اسمه ماهر بن حسين توفى الـ 27 جوي 2021 خويا الكورونا وبابا توفى 25 جوي 2021 نهايرين قبلوا بثلاثة أيام حسينوا نهار الفرق متاع بابا الموتى متاعه يعني في نهارين فقدت الوالد وفقدت الشخص اللي يمكن يعمل معاك في حاجات يعملهم بو ولا اخو كبير ما نصورش انا كان ما عملش معايا قرب لي هادي شبيك بعد قلت لك عمل معايا حتى واحد يجس دوكم عليه وفرحان يعملهم وفرحان ومقتنعها وعرفتها شيخ صحيح هو يكلمني وانا نحشم هو مرض بالكورونا هادي مرض بالكورونا نسين وضربت له الكورونا انت ما سمعتش بيه اليوم مرض مباشره سمعت انه مرض وتوفى لا والله في الفيسبوك نلقى اخوه مهبط في الستاتي وكل شيء وحبيت نتصل بيه وما نجمتش قلت النجم راك متصورها صدمه خلاص نجم نعطي الدم قال لي ليه راه وصمه طب قالوا امبوسيبل هو ولا بس عليه قالوا حتى بالفلوس صعيبه برشا حسيت قاعد نستناو فيه الكلينيك بتسعى التعليل حتى شو المطلقة بتاع الصباح مات مطلقة بتاع الصباح طبها هزي دي نربط له في الرواري اللي يخص تتفكر اخر مرة ريتو ايه مش هتفكر يا عزيز وين مش متاع العيد طبعا مرة لا تبعاني انا مرة كبر بيك يعني تعرف شو عمالي هذي احسن فازة برج ولاية عمل لي عشاء انتي سام الكافيار والسلامار وكل شيخة حوت عمري ما تليته حسيني دهينة بالحوت كل شيء بالحوت فلوزات عجب الفلوزات مشيت انت وزوجتك لدارو اي لدارو فرح بينا بالجولي ولا فرح بينا خلى عليك بلاصة ملا هادي اقسم بالله تعرف شنو حتى مرتي تقول لي مرتي كيرات الدار قالت لي انت خلتها له هادي ما صدقتش مرتي مشيت سألت وقالت قالنا هو واحد وواحد يخدمتها راهي دار تروازيام ايتاج وعنده زوج بنات وليد لا معاك صانع على والو لفي لفي مع واحده واحده يا ودي وكل عريت اخترتهم له حاسين له الارشيتكت باش يختار له الفاتشات قعدت ست شهور فاتشات زيت انا اخترت له كولير ما ثماش داخ اما غالي المترو
المتر ب25 دينار فهمتني. اه حلو يا ودي الشيخ علي هو مرته محاميه زيد هو تركل عليها مرته. تواصلت مع عائلته بعد وفاته مع زوجته مع كذا كلام؟ والله تواصلت مع مرته وخليت ماتريال غاديتها قلت لها النجم الجنوبي اسالتش عليها مرات نسال عليها نسال عليها نمشي نطل من بعيد انا حسيتها هي اللي احراج ما عرفت ما عنديش وقت ما نحبش نتدخل انا تحتيتها زي حسيتها تبدلت زيد هي فهمتي صغيره هي ترمتايان عمرها. خلينا في هو احنا انا هي انا هي انا هناك كنت يقول لك حتى من باب الفلك قبل ما تقولي لي هو توفى وين وخنقابلوها الشخص الكريم هذا محليه والله يقسم بالله والله ان فما هكا نتخيلوا فيه من قبيله وانت تحكي لنا والله اقسم بالله انا احكي معك ما تصدقش مرتي كلام اي امي في بالها دي يجي طلع عليها ساعات فهمتني يجي في القضيه يقول لي خلينا نشوف الوالد بس يدخل يسلم معناها انسان حب لله في سبيل الله كانه ملاك تعدى في حياتك عامين ثلاثه ومشي على روح صح وعامين ثلاثه قابلته فيها مره وكات لكن الاثر نتاعو اكثر توا قلت لك توا اقسم بالله كل نهار الجمعه نمشيت للبسينه نمشي للجدانه نزوره نمشي يقول لك الانسان يخلي وليد يدعي له من بعده هو خلى هادي انا مدعي له ديما اخويا وربي يكفر منه تنطبق عليك ياسر الدخله اللي انا قلتها انه هناك اشخاص هادي نشوفوهم يوميا في حياتنا ما عندهمش اثر ما عندهمش ما يخلي بالعكس ما يخلي لكش حتى شوية ما اللي باش تحس بيه ولا تعبر ولا ما نعرفش وفما شخص هكا يبعث ربي يسخروا ليك في الحياة مرتين ثلاثة أربعة اللي جاب ربي ويخلي أثر يدوخ يوقف لك مخك يوقف لك يقول من ثم منهم العدد هذوما فماش ناس شو نقول لك صاحبي ربي كثر منهم الناس وكهو والله غالب انا ما عادش تعاود لي فرصه هذه انا اقسم بالله نبدا ساعات اي اشياء يعني نحب نمشي نطلع عليه نوصل الدار نوقف معناها باش نسلم على مرته وكذا يعني نوقف ما يخرج لي حد وما يجاوبني حد مرته انا باز اقول مرته راهي تخدم محاميه وعندها كان خلي لها ثلاثه صغار دار بالبيسين دار تمركز لها هو لابس عليه يخدم كونتابلي في زوز معامل هو ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله ربي يرزقه الجنه ان شاء الله. شنو الخدمه هذه هالايامات؟ كالعاده ديكوراسيون اذا فهم دهينا نكلموك ولا؟ كلمني خويا في كل وقت. باهي يا سيدي باهي شكرا ليك هادي وعندك نمرويه واضحه وعندنا برج وليه تبركز عليك تجبد في مواضيع مصلي على النبي خاصة كيفاش حكيت مع الاخراني اللي البارحة اي الاخراني حب يدخل في موضوع انا ديدي ما مش معجبنيش ما مش هو حب يحكي حكاية ما حبش يفسرها قال لك الناس الكل ما تفسرش ولا ما تعملش يمكن غاب عليه الكلمات المناسبة واعطى رايه واحنا في الاخر عقبنا عليها انت صحيت انت اعطيته درس بالاخلاق توضيح توضيح اكثر منه درس اللي هو حب يوري اللي هو اقوى من الناس اللي حكيت الكل فهمتني انا حسب ما فهمت وربي يهدي الناس وكل واحد عنده نظريات وعجبني زاد السيد من سوسة ذاك اللي قال لك راهو بالرسمي اللي في الفيز هما اللي يعديوا في الحبس اكثر من العائله تعدي الحبس اكثر من المسجون صحيح الام راهي تعمل صفه مسكينه هذا هو شكرا لك هادي على هالقصه مرحبا بيا ديما نحكي معاك مرحبا بك يا هادي اذا ترى انه قصه ليك شبيهه بالموضوع نتاعنا تتدخل معنا في كل وقت مرحبا بهادي شكرا لك على هالقصه هذه شكرا انه اخترت لنا قصه تخرج بينا عن المالوف نوعا ما ربي يرحمه السيد اللي كان برشا كرم موجود معاك في الحياة هذه إن شاء الله ربي يرزقه الجنة وربي يصبر عائلته على فريقه وانت زاد ربي يصبرك لأنك تكون له عدد محترم من المشاعر تجاه الشخص هذا واللي حاجته بدهينة كي قال لك نهايرين ثلاثة هادي يجيب لك الدنيا الكل كاملة كلمنا ونعطيوك احنا الرقم متاع هادي نهارين ثلاثة ويعطيك ألوان عمرهم وخطروا على بالك أما غالين شوية الألوان اللي يختارهم هادي معنا تليفون حاضر يلا كنا باش نخرجوا فاضل شيكرت ونسمعوه بعد شويه سعاد اهلا وسهلا وي عسلامه شو احوالك سعاد
عايشك تعرف يا سلام على بيش. الحمد لله. منين تكلم فينا يا سعاد؟ من أريانا. من أريانا. قديش العمر؟ 55. 55 سنة. تحيل كل مستمعينا في أريانا. ماذا تفعلين في هذه الحياة يا سعاد لو تسمحين؟ نخدم مستكتبة طبية. في؟ مستكتبة سكرتير ميديكال. مستكتبة طبية. حلو. إن شاء الله ربي يعينك مدام سعاد. يعيشك بارك الله فيك. فما شكون جاوكم حاجتهم بمساعدات الفترة هذه على فلسطين و... أي بيان سيغ. هاي عاونتوهم باللازم بالأفضل. أكيد. شكرا أكيد. ليكم يا سعاد. أكيد أكيد. الشخص اللي باش تحكي لنا عليه سعاد. قداش قابلته من مرة؟ والله شوف هو أستاذ قراني عام برك. قراك عام برك. بيه سعاد. نعم. تسمح ليش أنا شاهي نسمع فاضل شاكر في ساعة كي تقيقتين من زمان ونرجع نكمل الحكاية. الله يديرك. نسيت أنساك فاضل شاكر تعجبكش؟ ياسر مزيان. حسيتك جاملتني. ليه ليه هو فاضل شاكر كله منسية والكله معناها طيب كله يعجب هو. فوالا. باه شو تقول لغنية تراه مدامك تعرفها؟ نسيت أنساك حواليا كل الناس تعرف ايش هتعرف ايش هيت نسمعوها هيت نسمعوها بعد قولي تفكرتها ولا هاي واضح داكا. نسيت انساك فاضل شاكر رجعني معكم بعد شوية في كلام القلب. موضوعنا قبل شخص مرة مرتين ثلاثة قعد لك في بالك ما نسيتوش. كلمنا على الرقم 31 308 ألف 31 308 ألف. فاضل شاكر نسيت انساك وصلنا العشرة وخمسة وثلاثين دقيقة. رجعنا معكم في كلام القلب موصلين في موضوعنا لليوم. ترجع معنا سعاد. اهلا وسهلا. عسلامة. عسلامة لله. سعاد من أريانا 55 سنة. اي تفكرت هاشي لغني؟ ليه الحقيقة كاني من عرفيش. نسيت انساك حواليا كل الناس وبالي معاك. ليش كنت تقولها؟ غدرتني بسؤال من عرفيش. اي انا هنا باش نقدر. انا خدموني باش نقدر. وما جابوني من نطرك قالوا لي جاغدر هنا. نسيت انساك حواليا كل الناس وبالي معاك. ليش كنت تقولها سعاد؟ بون كون بنتي بعيد عليا شويه خاطر تقرا بعيده. سينو بنتي سينو كان مش بنتك. بنتي بنتك الاخرى ولا نفسها؟ لا بنتي هي بيدها. باي في وقت في وقت ما قبل سعاد لشكون هكا حسيت في يوم ما انك تعيش فترة انه كل الناس حواليك ما انتي بالك مع شخص بركة؟ احنا شنو موضوعنا اليوم؟ تهربت سعاد. به موضوعنا اليوم قبلت شخص مرتين ثلاثة لكنه قعد في بالك قبل الفاصل قلت لنا بروفك. اي هكا ولا؟ الحكاية عندها ما يقارب الاربعين سنة يراه الطول نسيتها الطول نسيته في الثمانينات. اي لاني سكولير 84-85 باه انا في سنة الرجيم تاعنا قبل 3 اني معناها اللي هو توا يعادل التاسعة فهمت قراني استاذ نتاع مات. اي شنو باش نقول لك انا توا في العمر هذا ما فهمتوش ما فهمتش علاش معناها كان يكرف هكاك. انا كانت عندي صاحبتي بون صاحبتي عشيرة عمري معناها احنا توا صحاب كان شيخ على صحبتنا هو أستاذ نتاع عمات لدرجة يدخل القسم يحسنا هكا متنبيين ولا مشكل عادة يوقف ما يقريش حتى يحلنا مشكلة. القاكم داخلين بعضكم يبدأ الكور كان ما تحل المشكلة. أي أي وانتو ما ديما عندكم مشاكل كانت. ليه 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 هكيك احنا صحاب معناها فهمتني. ثم مرة عمري ما نسيت هالمرة نهار كان نهار جمعة واحنا عنا دوار مات أنا ما نفهم شيء في المات دجا انا معناها بطلت انقولوا ظلمه من هذه ساعه ما نفهم شيء ما عندي حتى فكره لا على المات لا على التي ما نعرفش معناها. ليه تري انت انا اي انا اللي تري وصاحبتي سيونتيفيك سيونتيفيك عكسك دونك انا كي نبدا فما دوفار وكل نبدا شيخه وقاعده ومعامله فهمتني على شكون باش معامله على طرف اخر باش يمد لنا يد المساعده معامله على صاحبتي ما نفهم شيء انا الحكي. لا ما شاء الله هي اي دخلت انا دخلت الدوار وقعدت صاحبتي ما جاتش هي مشينا فيها قعدت نلون في وجهي ونتهكى وشنو شنو باش نعمل جاني يقرب لي
قال لي شبيك سعاد؟ قلت له حتى شيء. قال لي مسير فوريا جيت شاني انا موجود. هاي انا موجود. حلو انا موجود. قال لي هذا استاذ المات. استاذ المات قاعدي في الدوار. هاي كبير صغير هو وقتها كيفاش كان؟ بون كبير شوية. احنا شفت المون في الوقت ذيك وفي الوقت المون مجلو لسيزة ما تبدأ تعرف على وطيبك حتى شيء راه. إليه بالشكل ظاهر مازال جديد ولا قديم؟ نتطوروا معناها في الثلاثينات نتطوروا. طيب ما كتشوفوا تعرف تو انا كبير ولا صغير؟ كيفي انت بعد انا عارفك انت. بي انت صغير. انا صغير بي. ثم فهمي وقعد مش يجيب يقولي ديك عملها هكا وديك عملها هكا. كلمي معايا صاحبتي اي وخدمت الدوار ووقعني نوت ديليا وجيبه موين بيه في المات ولا صدقني كابلي عاونك هو؟ اي هو خدم لي مكسر السيد خاطر انا ما نفهمش راهو. اما الكلمه التو ترن في مخي عندها اكثر من 40 سنه كي قال لي نسيت سونيا ما جيتش هاني انا لهنا. اي هو شنيا معناها كتب لك ولا يقول لك ولا شنو عمل؟ قال لي هذيك هكيك هذيك عمل هكيك وهذيك عمل هكيك. قديش تمنيت بروف هكا في دوارات المات يا سعاد؟ علاش قلت لك جامي نسيته. اي وعلاش عمل هكا هو؟ لا اي فوالا هذيك هو البوان دانتروغاسيون. في اخر العام ما ادري انا وصاحبتي مش وحدي معناها ما ادري انا وصاحبتي كل واحده صوع تليشيخ انا لونه التليشيخ بتاعي لونه روز ومصحح هو فيه التو موجود صوع تليشير عندي مدلك صوع تباشير اي قليديه ذكرني بيه من عام 84 من عام 84 التو مازال عندك تباشير التو خاطر انا شديته لفيته 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 بسكوتش ما تكسرش لا طاح تكسر لا صار لي ملفوف بسكوتش اموره هيني محطوط في مع حاجاتي لانتيم اللي انا نحبهم برشا ومستحفظ عليهم برشا في صندوق الحاجيات الخاصه فوالا والتو انا حتى مش حتى كي راهي سبوت اللي شي برك نتذكر ديما نتذكر ديما في مخي وكل نتمنى باش نعاود الراح التباشير ولا البروف؟ البروف التباشير موجود عندي كيف وصاحبتك زاد خذات صباع تباشير وخذيت صباع تباشير بون هي مانيش اتاشي برشا للحاجات هذوما انت عندك التعلق بالاشياء اي على الاخر على الاخر على الاخر كان جيت توا راهو مدلك فوتر وديما نتذكروا وديما نتذكروا وديما نقول يا ربي بون ما نعرفش انا كي متوفي ربي يرحمه العام هذاك بركه سعاد كهو احنا بعد ما كنا في التخوزيام بعد انا تعديت وقتها كاتخيام ليتخ معناها وصاحبتي تعديت كاتخيام اني سيونس دونك انا علاقتي بالمات وبالحكايات الكل بريسكو فات وفات في الفتره هذيك فوالا وهو ترى مبدل من الليسي سته في السته سعاد 33 الأستاذ هذايا تو انت خليتها بوان دانتيروغاسيون لكن شكوكك على معاملته الجد طيبة والأكثر يمكن من الطيبة مقارنة بالبقية معك انت وين هزيتها أفكارك شنية خممت عطيني الأفكار اللي خممت فيها هو نقول هو بون اللي نعجبه برشا اللي انا خممت كيما انا خممت خاطر ديما انا كي نظلوا فما في عينيه ما نعرفش انا فما غزره ما نعرفش حسيت جميع معناها كي فما اي حاجه تتحسك اللي فما حاجه ولا اللي بالكل 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 انت وقتها 16 17 عمرك؟ سيزون هكاك دونك خممت في اللي انا خممت فيه انه معجب بيك اكيد خممت اما بون قديش رجحتها الفكره هذه بنسبه قديش حتى لتو؟ يمكن وقتها مش برشا وقتها مش برشا على خاطر ما بون رفيه صارت ديما عينيه خضراته ما حبوش يتنحاو لي من مخي نظاراته بليتو مش نظاراته حتى كي على غرادة ما يحبوش يتنحاو من مخي ونظاراتك سعاد دي عادية جدا انا ليبوك معناها وقتها كنت هيك بيا في راسكي نقول مثلا حلو
ليه معناها بعد كي كبرت شويه معناها وليت بتقدر نفهم الحاجات ولا نفرق الحاجات وكل بالركول بالركول قلت يظهر لي غزراته بتاع اعجاب. اي لا المشكله انه غزراته ما حبوش يدخلوا من مخي ما قدر يروح كي عندها ستريس 40 سنه بشويه راه. ما جاوش غزرات ما جاوش غزرات بعده أثروا فيك؟ ليه هو أكيد هو أكيد أما ديما شفت أنا طبعا أنا نحكي عليها الغزرات قاعدة قدامي معناها دي احنا بيدنا بدينا نراو فيها يعني حتى لو كان راو في القسمة في أي حاجة ونهز يعني غزراتها فهمت منعرفش فما حاجة في عينيها أنا طولة فهمتها وكهو دونك بعد بالوقت قلت انه هالاهتمام هذا ماهوش مقتصر على اهتمام استاذ بتلميذته اي هو قلت انا بحكي ليك بتاع اني نهبت ور المات معناها كل شيء بشيء راني نفهمش وما نفهمش وما نفهمش وما نفهمش ومن ناحيه المات ما تحسنتش عنده ابار نوت جمله زاد يظل ظلمك اي انا زعما راني كنت دورات كل صحتي تخدم لي فيهم زاد لهيك زاد لهيك بنظراتك هاو مشينا لي ما كنتش فيه وقتها الحقيقه باش نكون واضح كنت في الفيديو كنا نحكي تقليد لي هذه تو كان جيت انت عندك صغار سعاده اي عندي بنيه تقرا في الجامعه وعندي طفل ان شاء الله سنيبك باهي البنيه نتاع الجامعه لو جاتك في يوم ما في الليسي قالت لك راهو الأستاذ مهتم بي أكثر من العادي وعنده غزرات يامي ما فهمتهمش إيش تعمل أنت؟ من هم الشيء شانتي نعمل بيش تفسر لها تقول لكم ميزا عما شنية شنية تفسيرات اللي تعطيهم لها كبنتك أنا بنتي نحكي نويا كل شيء تعرفها هي بنتك الحكاية هذه؟ اي كان ديما تسالني على الاستاذ تقول لي توا يا ما مستحضر عليه نقول لها اي نقول لها ديما ذيك رمز الحاجه انا مانيش فهمتها ما فهمتهاش وقتها اليبوك بنتك تعرف بالتباشير اللي مازال عندك تعرف بتعرف كل شيء بكي نحكي لها كل شيء تحكي لي كل شيء هي بركه في الدار تعرف اي نورمالمون هي بركه شنو نورمالمون هي حكايه عاديه راهو هكا في مظهرها معناها اي اش تقول لبنتك لو جات سالتك هكا شنو تفسر لها؟ بون بتيت الوقت هذاك مش كيما الوقت هذا لا محاله مش نفس الوقت اما بنتي ما شاء الله عليها يعني قد روحها كيما كنت انا صغيره قد روحها مطمئنه حواليا كل الناس وبالي معاك لشكون تقولها؟ نسالك اخر سؤال نقول لبنتي ولا توحشتها بالحق معناها وين هي في الغربة؟ إن شاء الله ربي يرجع حالك على قريب سعاد سلمى إن شاء الله ربي ينجحها في تجربتها هذه خارج تونس يعطيك الصحة وربي يخليلك إن شاء الله ربي يفضلك أنت وربي يفرحك شكرا لك سعاد ربي يخليلك كل أحبابك كل عائلتك ربي يخليلك خاصة صبع التبشير اللي مازال صامد رغم مرور أكثر من 40 عام بالنسبة للأستاذ إذا كما قلت أنت إذا شيء إلى حياة أخرى إن شاء الله ربي يرحمه سينو قد يجمعكم هكا لقاء ذكريات بين الأستاذ والتلميذة ولو أنه القصة اللي حكيتها هنا فيها يظهر لي اهتمام زائد عن العلاقة المعتادة بين الأستاذ والتلميذ موصل معكم حتى الـ 11 متاع الليل فاصل فقط ونرجع نكملوا تليفونا يلا كلام القلب اوكي كيما قلت لكم فاصل فقط وبعده كارول سميحة اولا نساكي اللي وصلتنا العشرة 51 دقيقة نسلم عليكم يا سكول ما كنتوا تابعوا فينا هذه اخر 9 دقائق في كلام القلب ختام لموضوعنا اليوم قبل شخص مرة مرتين على اقصى تقدير لك انه قعد في بالك الشخص هذا حاضر معنا التليفون الو عسلامة جمال عسلامة يا طارق يا باهي عسلامة يا جمال يا باهي ذكرتني تقريبا 33-35 عام التالي اي حكايه مستحيل انساك حكايه انوبليابل هي مش حكايه هي واقعة انوبليابل انا سافرت مره انا وصاحبي مشينا للجزائر كيما يجيو الاخوه الجزائريين لهنا ونسمعوا تعرف هون ثم رغم مو لا اشهار ولا تسهيل هون ثم البنيات رخاص وكذا وشنو سافرنا على طريق الكاف على قلعه سنان دونك الواقعه يا جمال صارت في الجزائر
في الجزائر. في الجزائر، يلا على بركة الله. على بركة الله، احنا في الطريق الصحراوي. والكهرباء العجلات نتاعها الاثنين معناتها الاطارات معناتها على قدهم على اساس باش نبدلوهم ونكتفهم. يا اخي في الطريق الصحراوي تنقبت الاولى برا قصدي ربي، الثانيه لحقت. في الطريق الصحراوي تنقبت الاولى هكاك من الكياس، الثانيه زدت شويه وتنقبت. يوم التعبين باش ما نكذبش، مش على الكياس الجزائر، هو كياس الجزائر خير من الكياس نحن الحقيقه. وشنو اللي خلى عجليك مهرين يا جمال؟ علاش ما تفقدتهمش قبل ما تمشي؟ هي السياره نتاع صاحبي الحقيقه، ومشينا باش نبدلو، كان نقول له نعملوا محواسه واحد بشي وش نبدلو نشريو بنات جديد ونروحوا، فهمتني؟ يعني المحواسه تكلفت لنا عجالي تنقبوا. هو تنقبوا، لكن والله كان مش رب صدفه خير من الف ميعاد، خاطر ربي جعل اسباب. طبعا ونعم بالله. تنقبت ثاني، قعدنا شادين الوحدات كل العجلات والبنات نتاعهم، عملوا كل اكلات ماما مهرين من تعرف قبل العجال وشومبرير جمال جمال. اي انا عام الحكايه هذه هيك عام 90 91 33 هيك 34 39 في صيف من الصيفات، فهمت؟ اكثر من 30 سنه. لا اكثر، اكثر من 30 موجودين، فهمت؟ بلا سيدي فتنا ميهوب الاخ الجزائري هذا، ميهوب ما ننساش اسمه. شبو شكون ميهوب هذا؟ هو الجزائري السيد اللي عاوننا اللي عمل معنا جران جيس انوبليابل، معناتها حركه نبيله ما تتنساش، عملت امبرسيون، عملت طبعه، طبعت لنا في المخ، طبعت لي ولتوا نذكر، ان شاء الله يبدا يكون حي، ان شاء الله يبدا حي ربي يرزقه. قدرت لا خاطر صغير ما لو كنتي جمال وقفتوا على جنب بعد ما العجالي عملوها فيكم لي جاء هالسيد والزوز الفنيات بجنبنا متكين على الكهرباء ومهزوز على الكريك، واني وصاحبي قاعدين وعشية وقت تقريب ما ثلاثة لاربعة هكا باه كرخاجل وقفوا وامرتوا لا تكلمنا لحد شيخ كثرنا وامرتوا احتراما لك المرأة ما تكلمناش ما عملناش ستوب الحجم وحده وحده وقف وحده ولد حلال من الوجه نتكلم فيه تو فهمت كيما قالت المراه ما حلاك يا طارق راك نظهر صغير شباب اي مش نظهر صغير انا صغير اي ما شاء الله حتى يعطيك صحه قدر ما ريتكش عايشك ربي يبارك لك عن كل ما انسان تتحدث معاه في بالسمع تعطيه صوره على انطباع الصوت نتاعه والاخلاق والواحد وكل شيء نظهر الانسان بشوش كشمش والله لا ربي يبارك لك الورود ما مش بنفاق حتى كان ورود هيك اي لا نرمي الورود انا كل ما نرمي لكش الورود وراك مسترمي لي الحجر برا سيدي الورود احنا نرجعوا لنا خاطر اخر وقت نرجعوا للحجر اللي عفسنا عليه بالعجالي لين جا السيد الدزيري والله نرجع للعجالي لو ما عفس على الحجر على خاطر مسك الحجر في بلاصه ما احنا عفسنا به مش الحجر اللي سبب احنا سبب اي يا سيدي وقفنا وقفت الراجل على المرشاريه قربنا دخلنا تقريبا مسافه 10 متر وحاجه ومرت في السياره وجاء على ساقيه. هاي رجع وحيده وحيده. ايه وعلى ساقيه والله وجاء انسان لاباس اش بيكم باللهجه الجزيريه ما احلاهاك اللهجه الجزيريه كل البلاد ولهجتها وكل قال لك واش راك يا الخو؟ قلت له راهو العجال يمشوا. ايش راك يا الخو؟ ايش بيكم يا لاباس؟ قلنا راهو هكا وهكا. قالوا فما قميص الانسان اللي يعمل ريباراسيون دي الانسان يصلح العجالي الاطارات ويبيع. قال لي برا معاه. انا حل المال مشيت هزيتك العجل وصاحبي قرب العجل اخرى معايا حطينا في المال قال مرته قال لها اركب الكالي واخرى احتراما يعني نقدر المراره هي نصف الاخر نتاعنا قال اركب الكالي ركب عليها وبنت حتى وشنو قلنا له راهو هكا وهكا وقال قال هو بالزهر نعرف واحد صاحبي بليز موان 45 50 كيلومتر ما يتوتش قال هو عندي وبشي وتم زوز بنيات نحام لو حكي جميل خود الجانتوات ركب لهم زوز جدد وعلى اساس زدنا خذينا زوز اخرين قامك الراجل شوف شباب هو عازب هذا السيد الثاني اللي صلح في العجالي الاخر خلى لي انطباع واحد والله لا سالت واحد اسمه يعني قالوا لا انت برا هز عيلتك وروح على روحك واني هاكش نرجعوا والله نخذوه فرنك لا الاول ولا الثاني معناتها على المسافه اللي هزونا معهم نورمالمون تعرف فما ناس تصطاد الفرص ويقولوا حشاكم مصائب قوم عند قوم الفوائد فوائد قال توانسه احنا اخوات احنا كذا فهمت وغزني ورجعني وركبنا العجالي ولحقنا عليه هو مشى قال ثاني معاه اما الاخر صاحبي لحق علينا وصلنا وركبنا زوز اخرين ومشينا كملنا حواسنا اما الحاجه اللي محلاها ماك الجزائري
معاه مرته وفي بطريق صحراوي وبصراحة وما خافش وقف باش يعاونكم. هو رين متركي قشفكم توانسة مع الشهر المتركي نتاعنا تونسي قشفكم توانسة شفتكم عرفتكم وعرفتكم والزوز متكين العروسة وقتها بجنب بعضهم الزوز انت مضربين لو هكا يسمعونا احنا في ال... في, ال... في الدول الشقيقة لو يسمعك خونا تزيري هذا ايش تقول له؟ والله نتمنى نتواصل معاه نقول جمال من قصر هلال نحب نتواصل معاه ولكن والله اني الحقيقة هنقولها لك اقرب شعب اقرب شعب قريب للتوانسة هم الجزائريين صحيح ومعهم الفلسطينيين النهارين احنا نحبوا بعضنا الجزيرية والتوانسة شو هالنهارين ديما قرب لنا الفلسطينيين ديما لا ديما لا ما لكن والله النهارين تألمنا مع بعضنا خاطر احنا والجزائر وقفنا معهم راهو معناتها النهارين هذه تزيد المحبة ومش لازم هو هي معناتها باش نحكي على حكاية باهية ان شاء الله ربي ينصرها اخوانا امين يا ربي امين 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 يا رب العالمين تراها 10 ثواني أخيرة للسيد ميهوب متاع الجزائر والله يا ميهوب كان تعرف تلقى حاجة تصل بي ولا كان موجود وإن شاء الله بالله العبد كان عمري ما ننسى على خاطر إنسان عمل معك نقضك جاي قادم علينا ليل وزوز وحدنا مع بعضنا وكرب واحد مشي شكرا شكرا لك ألف ألف مليون شكرا لك وللجزائريين ولطارق الخلايا الفرصة باش نتكلم شكرا والبنية اللي هزت عليها الهاتف شكرا لك يا جمال في بالك خطفتك خطفين ولا في بالك ما كانوش باش يعدي في بالك ما كانوش باش يعديوك قالوا لي القصة نتاع جمال مش قوية برشا قلت لهم شنو هي الحكاية قالوا لي راهي كياس وكذا يا اخي جبتك جبان على خاطر حسيت لي الحكاية نتاعك فيها برشا حاجات باهية ساعة علاقتنا مع اخواتنا اللي يسمعونا ونسمعوهم وزاد وزاد انه الناس اللي تعاون ولو هي عندها 30 سنة ويقول لك بالحق اندثرت الثقة بحكم انه الناس توا ولات تخاف اكثر وكل لكن انا راها فيها برشا مقارب يعني منافع الحكاية هذه ومحلاها على الله الله يعيشك شكرا لك شكرا لك جمال شكراً اللي اكثر انت اللي اخذت بخاطري ياخذ بخاطرك وان شاء الله ديما ربي يفيح بكم كانوا ولاد الحلال الغالين الناس الباهين كيما خويا ميهوب الجزائري الغالي شكرا لك ربي يبارك لك جمال شكرا لك على الحكايه هذه على الاتصال هذايا وان شاء الله ربي يطيح بينا الناس الكل اشخاص كيما ميهوب وشخص تزيري الاولاني اللي عاون كل التحيه لاشقائنا التزيريه ومختلف الدول العربيه اللي يسمعونا في ليبيا في المغرب في لبنان في برشا دول اللي يسمعونا نسلم عليكم الناس الكل كل شكر للناس اللي دخلتوا معنا نعتذر للبقيه اللي ما خلطتش ناخذ التليفونات نتاعهم ان شاء الله في مره اخرى شكرا لكل فريق امير في الاخراج ياسمين بن نور في الاعداد وام رابح في الاف ام تي في ياسمين ترودي في الويب ربي يرحم كل اخواتنا في فلسطين ربي يشفي الجرحى ربي ينصر البقيه ربي يقويهم ربي يعطيهم ويقوي في ربط الجيش اللي عندهم حتى يواصلوا في المقاومه اللي ما زالت ان شاء الله نصر قريب ونصر عظيم نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت الى اللقاء تصبحون على خير